بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين يا شباب. تاني محاضرة في الداتا اكسس. احنا كنا وقفنا في المحاضرة اللي فاتت ان انا عملت كونكشن بالطريقة العادية. طيب تعال نبص على السلايد بتاعنا. احنا كنا اتكلمنا ان احنا عندنا اوبن للكونكشن، اكسكيوت كوماند، وبعد كده هريد، وبعد كده كلوز الريدر، واعمل كلوز للكونكشن. طب واحدة واحدة كده نشوف اللي احنا عملناه. احنا اول حاجة عملنا يوزنج السيستم دوت داتا دوت سيكوال كلاينت، وبعد كده عملنا الكونكشن سترينج، واتفقنا ان الكونكشن سترينج ده له اشكال تانية. تعال نشوف اقدر استخدم الكونكشن سترينج شكل تاني مختلف عن ده. تعال نزود زرار تاني. الزرار ده برضو كان سميه شو، بس هنستخدم فيه طريقة مختلفة شوية. يبقى بوتوم 2 هيبقى برضو اسمه شو. ده طبعا الكونكشن القديم بتاعنا. هاجي هنا واجي اقول له اول حاجه هعرف سيستم دوت داتا دوت سيكوال كلاينت، طبعا لو انت هتعمل مشروع جديد. وبعد كده ابدا اقول له انا هاخد سيكوال دوت سيكوال كونكشن، وابدا اقول له ان هو سي او ان ايكوال نيو سيكوال كونكشن. تمام. بعض الناس كانت تشتكي، طب انا الكونكشن سترينج طويل قوي، ينفع اعمل لها حاجه تانية؟ فاحنا ببساطه كده بنيجي نعمل حاجه اسمها اس كيو ال كونكشن سترينج بيلدر. هنقول عليه اس بي ايكوال نيو كونكشن سترينج بيلدر، وباجي هنا واقول له اس بي دوت، وابدا اقول له الداتا سورس بتاعك بتساوي دوت يعني اللوكال. حلو. طيب ويا اس بي دوت الانيشال كاتالوج بتاعك بتساوي نور وين. طبعا ديت سترنجاية، فانا لازم احطها ما بين ايه دبل كوتيشن كده عشان يقبلها مني. طيب بعد كده والدوتاية اللي فوق ديت دي تعتبر سترنج، فانا ممكن احطها كده. تمام. اس بي دوت انتجريتد سكيورتي ايكوال ترو. يبقى انا دلوقتي حولتها لمجموعة من البروبرتي. طيب بعد ما خلصت الكلام ده ممكن اجي اقول له يا سي او ان دوت الكونكشن سترنج بتاعك بيساوي اس بي دوت كونكشن سترنج. انا كده خلصت. طيب فاضل لي اقول له اوبن يا سي او ان سي او ان دوت اي اوبن، هنفتح الاتصال. طيب ابدا اقول له يا سي ام دي او الاس كيو ال، احنا لسه ما خدناش الاوبجكت، يا اس كيو ال كوماند بي اللي هو سي ام دي ايكوال نيو كوماند، وابدا تحت اقول له يا سي ام دي دوت اكسكيوت، المفروض اسف الداتا تايب كوماند تايب بتاعك ايكوال كوماند تايب دوت تكست، والسي ام دي دوت كوماند تكست ايكوال سيلكت اول فروم امبلي. يا سي ام دي دوت كونكشن الاتصال بتاعك بيساوي سي او ان، يا داتا اس كيو ال كوماند اس كيو ال اسف داتا ريدر دي ار ايكوال سي ام دي دوت اكسكيوت ريدر. بعد كده يا داتا جريد فيو 1 دوت الداتا سورس ايكوال لسه ما عملناش بي تي داتا تيبل اللي هو الدي تي ايكوال نيو داتا تيبل، والداتا تيبل ده اللي هو الدي تي دوت لود لودنج للدي ار. اقفل القوس، ننزل تحت الدي تي، شكرا. وهاجي هنا اقول له
شو عرض لي المحتويات بتاع الداتابيز بتاعي او التيبل اللي انا حددته. يبقى انا هنا قدرت اكتب الكلام ده بشكل بسيط قوي. تمام، يبقى فايده السيكوال كونكشن سترينج بيلدر اللي هو بيبنيني البيلدر. طيب برضو كان اخدت حاجات كتيره، يعني كتبت لاب 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 حاجات كتيره قوي. ممكن اختزل الكلام ده كمان، في عندي طريقه اسهل من الكلام ده. تعالى هنا على السيكوال سيرفر سيكوال اكسبلور وابدا اقول له انا عايز اعمل كونكشن جديد او اتصال جديد، اسم السيرفر بتاعي دوت، الداتابيز بتاعي اسمها مثلا نورث ويند، تيست كونكشن قال لي سكسيدد اوكي. طب وده فادني في ايه؟ الكونكشن اللي اتفتح ده فادني في ايه؟ له بروبرتي، له بروبرتي، يعني انا وانا واقف هنا كده يا شباب على سمارت نورث ويند دوت دي بي او، لما بفتح شاشه البروبرتي بلاقي عندي حاجه اسمها كونكشن سترينج موجود فيها. لو حد خد باله انا اقدر اعمل كوبي، بص كده اللي انا كبيرته ده ايه، جمله الكونكشن سترينج بتاعك سليمه وكامله، داتا سورس ايكوال دوت انيشال كاتالوج ايكوال كذا كذا كذا. تمام، طيب انا ممكن اكتب كمان الشكل تاني باني اجي اقول له سيرفر. طب تعالى نعملها كده، هعمل زرار ثالث كوبي وبيست، الزرار الثالث ده هستخدم حاجة غير الكونكشن فيلدرز. هاجي هنا واقول له ان ال SQL command او connection الاول CON equal new connection، واجي نو، انزل تحت واقول له يا SQL او يا CON dot connection string equal، وافتح قوسين وابدا اقول له السيرفر equal dot سيمي كولوم داتا بيز ايكوال نور وين، هي دي تنفع؟ دي تنفع برضو. الانتجريتد سيكيورتي ايكوال ترو، في ار ناقصه سيكيورتي، تمام. واجي هنا اقول له سيمي كولوم، وتعالى نكبير كل اللي احنا كتبناه بعد كده سي او ان دوت اوبن وكوماند والداتا سورس بتاعت الداتا كده. يعني انا ما عملتش اي حاجة تانية غير اني غيرت في حاجة هوريها لك دلوقتي. عملنا اوبن، تعالى نعمل بلاي، هاجي على الزرار التالت هضغط عليه فتح لي نفس الناتج بتاعي. طب ايه الاختلاف؟ تعالى نكبير، هقفل بس الجزء ده، تعالى نكبير السطر ده تحت السطر ده. بعض الناس بتشوف ان الطريقه ديت انسب لانها هي المثاليه اكتر. انا بدل كلمه داتا سورس اللي ممكن تلخبطني كتبت كلمه سيرفر هي هياها، بدل كلمه انيشال كاتالوج اللي هي كلمتين حاطين كلمه واحده اسمها داتا بيز كتبت اسم قاعده البيانات. طبعا انتجريتد سكيورتي واحده. بعض الناس هيقول لي طب وانتجريتد سكيورتي ممكن تتغير بيه؟ لو انا قلت له فولس في الحاله ديت حضرتك هتاخد سيمي كولون وتقول لي اليوزر اي دي بتاعك ايه، وهتقول لي الباس بتاع حضرتك ايه، كانك بالظبط بتعمل كونكشن. تعالى هنا كده اقول له اعمل كونكشن، وبدل ما خليتها ويندوز اوثنتيكيشن خليتها سيكوال سيرفر اوثنتيكيشن. في الحاله دي هتكتب اليوزر نيم اللي حضرتك هتلوج بيه والباسورد بتاعك. تمام، ده معنى فكره الانتجريتد سكيورتي. لو انا خليتها ترو ده معناها ان انا داخل بالويندوز اوثنتيكيشن، لو انا خليتها فولس معنى كده ان انت لازم يكون لك بيرميشن تكتب هنا يوزر نيم مثلا اس اي والباسورد بتاعك 123 ايا كان. تمام، ودي مهمة جدا علشان تعمل الاتصال بتاعك. طيب يبقى احنا خدنا فكرة كمان ان انا ممكن اكتبها بالشكل ده، وعرفنا ازاي من خلال السيرفر اكسبلور. لو مش ظاهر عندك ممكن تروح لخانة فيو، هتلاقي في عندك حاجة اسمها سيرفر اكسبلور تفتحه، ومن خلالها تقدر تعمل من الزرار ده كونكشن تو داتابيز، وتاخد من البروبرتي الكونكشنز بتاعك كوبي وتبدأ تحطها في مكان الكونكشنز سترينج. يمكن المثال الجاي هنوضح موضوع اكبر شويه، هناخد شكل تاني اللي هو السكيلر ونبدا نتعامل معاه. نرجع للبرزنتيشن بتاعنا، احنا اتكلمنا عن السيكوال او الكونكشن، سيكوال كونكشن اللي هو بمرر له جمله الكونكشن سترينج
هو اهم حاجه ان انا ببعت الداتا سورس والاسم الداتا بيز، وبعد كده انتجريتد سيكيورتي، وبيقابلني بعد كده مجموعه البروفايدرز بتاعي، يا اما تتكتب بالشكل ده يا اما ممكن تكتبها بشكل صفر. تمام. وعرفنا بعد كده ان انا عندي الكوماند، والكوماند ده ما بين حالتين، يا اما يكون ستورد بروسيجر يا اما يكون ستورد بروسيجر يا اما يكون تكست. تكست يعني جمله دايركت. لو انا ببعته تكست بكتب السلكتايه بتاعي زي ما هي، لو انا بعته ستورد بروسيجر بكتب اسم الستورد بروسيجر، وبعد كده لازم اعمل بيندنج للكوماند بتاعي على الكونكشن اوبجكت، وده بيكون من خلال سي ام دي دوت كونكشنز ايكوال اسم الاوبجكت اللي انا عملته للكونكشن. طيب مهم قوي ان انا اتكلم معاك في النقطه دي قبل ما نشوف الفيديو اللي جاي او نخش في المحاضره اللي جايه. فكره الكوماند كلاس نفسه ايه؟ فكره الكوماند اكسكيوتنج بتاعي، اتفقنا ان انا عندي يا اما حاجه اسمها اكسكيوت ريدر، وده بيرجع لي بداتا ريدر، والداتا ريدر دي لازم استقبلها في حاجه عشان اقدر اقراها او اخدها في لوب، او اني بعمل حاجه اسمها اكسكيوت سكيلر. اكسكيوت سكيلر معناه ان انا هيرجع لي استقبله في متغير لانها قيمه واحده. خلي بالك هو بيقول لي ريتيرن سنجل فاليو، قيمه واحده. اما نون كويري اللي هي بتتعامل اكتر مع جمل الدي ام ال اللي هي داتا مانيبيوليشن لانجوج، دي بتريتيرن بنمبر اوف روز افكتد، اللي هي كام رو اتعمل له انسيرت ابديت ديليت ايا كان، ودي برضو بترجع عندي في متغير او بستقبلها في متغير عشان ابدا اعمل التشيكات بتاعي. واهم حاجه ان انا بشتغل من خلال اكسكيوت نون كويري. يبقى انا عندي كام اكسكيوتنج؟ عندي اكسكيوت ريدر، اكسكيوت سكيلر، اكسكيوت نون كويري. تعال نجرب دلوقتي ازاي نتعامل مع الاكسكيوت سكيلر، بس عايزين ناخد شكل اقوى شويه. احنا هنقف مع السلايد دي شويه، ناخد كذا شكل، وبعد كده السلايد اللي بعدها هنتكلم عن الداتا ريدر. بيتهيألي الداتا ريدر بقت واضحه دلوقتي، ودي من اهم الحاجات اللي بتعملها ان هي بتحط الكورسر بتاعك على رو واحد، وبيبدا دايما من الاول في الريدر، وممكن استخدم معاها جيت فاليو وجيت فاليوز وهنتعرف عليهم. تمام. اهم حاجه عايزك تعرفها ان هي ريد اونلي، بتقرا بس وبتتحرك في اتجاه واحد، ما تقدرش بتتحرك في اتجاه فورورد بس، ما بتعملش باكورد اند فورورد. اللي بيعمل باكورد اند فورورد دي حاجه تانية لسه هنتكلم عليها. واتكلمنا عن كائن كمان اسمه او كلاس، خدنا منه كائن اسمه داتا تيبلز، والداتا تيبلز بستخدمه علشان استقبل اللي بيقراه السيكوال داتا ايه، داتا ريدر، من خلال الميثود بتاعه اللي هي مين، اللود. تقريبا كده احنا خلصنا الديسكونكت مود نظريا، اسف الكونكت مود نظريا، وهنبدا نتكلم عن الديسكونكت مود بس بعد جزء من الديموز اللي هنتعرف بيها على الاشكال دي. طيب اول ديموز هنقابله، تعال نوقف هنا لحد ما نشتغل. هبدا اعمل زرار ثالث وناخد اشكال تانية. زرار اسف، الزرار الرابع ده هساله ايه الكاونت بتاع ال count of او number of employee. عايز ارقام الناس اللي عندي الشغالين، اول ما تضغط كده تقول لي كم موظف عندي شغال. طيب في الحالة ديت هنتفق ان احنا لازم نعمل كونكشن ونبدأ نبعت له الاتصال والحاجات دي كلها. طيب هو انا كل مرة هحط تحت الزرار الكلام ده؟ بعض الناس اللي ممكن تبقى فاهمة شوية في فكرة السي شارب هيقول لي لا، انت ممكن تاخد الجزء ده كله وتبدأ ترفعه في تحت البارشال كلاس. يعني لو عملت كات كده واحنا واقفين عند البارشال كلاس او جنرال ديكلاريشن ايا كان المسمى اللي الناس بتحب تسميه، وحطيتها في الجزء ده، خلاص انا كده بدأت اتعلم. طبعا الجزء ده هضطر ان انا ارجعه تاني مكانه، بعرف بس الجزء بتاع، انا خدت كوبي من حاجات كتيرة، عايز ده بس. قال لي لا، انت ممكن تتعامل بشكل اقوى من كده. طب عشان ما تتلخبطش مني، تعالى نعمل نيو بروجكت. افرض ان الابليكيشن بتاعي بيكونكت على اكتر من داتابيز، وبيكونكت على اكتر من سيرفر، وبيكونكت على اكتر من بروفايدر. قال لك في الحالة ديت انت ممكن تشتغل على الشكل ده. تعالى ناخد ده داتا اكسس، برضو لسه في الكونكتد مود بس ديمو 2.
تعالى نقول له اوكي ونشوف ديمو 2 هنعمل فيه ايه. هدي لك فكره او فكرتين في ديمو 2 وبعدين نكمل في الجزئيه اللي فضلنا. هاخد برضك، تعالى نكبير من هنا، كوبي للاخ ده الجردايه والزرار اللي احنا كنا عاملينه. تمام. انا بدل ما كنت بعمل الكونكشن هوريك كام شكل. الاول اختزالات عشان الحجم بتاع الكونكشن بتاعنا يبقى صغير، هاجي هنا واقول له هان يوزنج لي سيستم دوت داتا دوت اس كيو ال كلاينت. حلو قوي. تمام، تعالى بقى الزرار انت، هنعمل اس كيو ال كونكشن سي او ان ايكوال نيو كونكشن. راح جاي فاتح قوس كده، لو حد خد باله الكونستراكتور بتاعي له ثلاث اشكال، منهم شكل ان انا اضيف سترينج كونكشنز عندي هنا. يعني انا ممكن اقول له ببساطه خالص تعالى نفتح الكونكشنز بتاعنا، هكونكت على على الداتابيز دي، او هعمل ريفرش للكونكشن ده. تعالى نبص للبروبرتي بتاعه اهي، كل اللي انا هعمله هاخد كوبي واروح جاي رامي الكونكشن ده هنا. كده هو مش زعلان مني في اي حاجه وتمام. كده انا خلصت الكونكشن. يعني ممكن في الكونستراكتور ابعت له جمله الكونكشن بتاعي واجي هنا واقول له على طول سي او ان ايكوال اوبن، او اسف سي او ان دوت اوبن على طول. تمام، يبقى انا كده فتحت الكونكشن بتاعي. تمام، يبقى ممكن وانا بعمل الاوبجكت ابعت في الكونستراكتورز بتاعه جمله السلكت، اسف جمله الكونكشن. تعالى نقصر شويه كمان شكل الايه الكوماند بتاعي. فانا جيت سي ام ام كوماند سي ام دي ايكوال نيو كوماند، وهفتح القوس وبرضك في شكل من الاشكال ان هو بيبعت لي جمله السلكت وكمان بيبعت لي الكونكشن سترنج بتاعي. طب ادي جمله السلكت، سلكت اول فروم امبلوي. هي الفكره بس ان احنا بدانا نفعل الاوبجكت اورينتد اللي احنا درسناه في شكل الكونكشن بتاعي. وادي السي او ان. كده يبقى انا مررت له جمله الكونكشنز وجمله التكست. طب هتقول لي طب لازم ادي له تايب دلوقتي، بدل ما بتشتغلش ستورج بروسيجر هو يتعامل از ديفولت تكست. لكن لو بقى الاسم مكان سيلكت اول فروم الامبلوي بتبعت ستورج بروسيجر، وده المثال اللي هنحاول ناخده في الفيديو اللي جاي، لازم تبعت لي الداتا تايب بتاعه. طب انا فاضل لي ان انا اقول له ايه؟ مفيش اي حاجه. الداتا ريدر سيكوال داتا ريدر دي ار ايكوال نيو، اسف ايكوال سي ام دي دوت اكسكيوت. اكسكيوت ايه؟ انا اسف، انا مش عايز الداتا ريدر دلوقتي، انا مش هريد الداتا كلها ولا عايز ده، انا عايز اقول له كاونت اوف. خلي بالك من الجمله اللي اتبعتت، سيلكت كاونت اوف فروم امبلوي. خلي بالك لو انا خدت الجمله ديت ورميتها في السيكوال هنا كده عشان تبقى فاهم، المفروض ان الكاونت هي اجريجيت فانكشن، يعني بترجع لي بشكل سكيلرز زي السم زي الماكس الافريج زي الماكس او المين. لو انا عملت اكسكيوت لها هي راجعه لي بقيمه واحده جوه التيبل كام؟ 21. يبقى هو عد الامبلوي اللي عندي قال لي عددهم كام؟ 21. انا عايز استقبل القيمه دي. نرجع للسلايد بتاعنا، لو كنت بتعامل مع داتا ريدر يعني في داتا راجعه لي، فكنت المفروض استقبله في حاجه تشيل من الداتا ريدر زي الداتا تيبل. لكن انا هنا بشتغل اكسكيوت سكيلر مع الاجريجيت فانكشنز، تمام، فبستقبلها بمتغير. فسهل قوي ان انا اجي هنا واروح جاي قايل له انت كاونت مثلا ايكوال سي ام دي دوت اكسكيوت. بص خلي بالك المره اللي فاتت كانت اكسكيوت ايه ريدر، حاليا بقت اكسكيوت ايه سكيلر. بس هتقابلني مشكلة بسيطة جدا، هو هيبدأ يعترض دلوقتي ليه؟ اكسكيوت سكيلر المفروض راجع لي از اوبجكت، يبقى المفروض ان انت تعمل له كاستنج. ممكن تعمل كاستنج بانت، تيجي هنا وتقول لي انت، فهي كاستنج الاوبجكت له. او لو ما حدش يعرف الكاستنج من خلال الاقواس، ممكن اجي بطريقة بسيطة انت دوت بارس، وده الشكل العادي بتاعنا، واخد قوسين على الاوبجكت بتاعي ده. تمام. بس لو استخدمت انت دوت بارس انت مضطر اسفا تقول له دوت تو سترينج عشان تحول الكلام ده لسترينج عشان البارس يشتغل. تمام،
يمكن انا ما بفضلش الحركه ديت، انا بحب ان انا اشتغل بالطريقه البروفيشنال شويه. وايه الشكل البروفيشنال؟ انك تيجي تقول لي كاستنج الانت، يبقى الاوبجكت ده هيتحول لانت ويتحط جوه مين؟ كاونت. في الحاله دي ممكن اجي هنا واقول له مسج بوكس مثلا دوت شو، انا عايز اطلع رساله بيقول لي نمبر اوف امبلوي از، وتعالى نحط كونكاتينيشن مع كاونت ونقفل القوس. وفي الحاله دي ما ننساش حاجه مهمه جدا، ان اجي هنا واقول له يا سي او ان دوت اي كلوز. يمكن في الفيديو اللي جاي هنحل مشكله الكلوز دلوقتي ونبقى عدينا من النقطه دي. تعالى نعمل ران واجي اضغط. طبعا هو ما ظهر ليش اي حاجه، هو طلع لي العدد بس 21، يبقى انا مش محتاج الجريدايه في المثال ده. ممكن كنا نضيف الجريدايه في المثال اللي جاي. هوقف لحد هنا تمام، وهنبدا نشوف ازاي اخلي الكونكشنز بتاعي ده موجود يتعامل مع اكتر من نوع بروفايدر، موجود في مكان واحد بستدعيه انا وقت ما انا عايز، وابدا اشتغل عليه على مستوى البروجكت بتاعي مهما كان عدد الفورمز او حتى جوه سوليوشن في اكتر من بروجكت. اشوفكم ان شاء الله في المحاضره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.